مواجهة الإرهاب، ويقول إنه الذين فشلوا في تحقيق الوحدة الوطنية لا يجب أن يتهموا بعض الدول بأنها تدعم الإرهاب، في إشارة طبعا إلى مصر والسعودية، استخدام الوحدة الوطنية على اعتبار إنه قطر اتهمتها السعودية بدعم المعارضين السعوديين وأيضا بدعم الحوثيين واللعب على وتر الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة في السعودية، وكذلك تتهمها مصر بأنها تدعم جماعة الإخوان الإرهابية. تعالوا نشاهد ما جاء في كلمة أمير قطر الشيخ تميم. ونحن نؤكد على علاقة الأخوة التي تجمعنا بمصر الشقيقة الكبرى التي نتمنى لها الأمن والاستقرار السياسي وكل الخير في الطريق الذي يختاره شعبها الذي ضرب أمثلة مشهودة في التعبير عن تطلعاته، ونتمنى أن يتحقق ذلك عن طريق الحوار السياسي المجتمعي الشامل. نحن هنا جميعا ندين الإرهاب ولا خلاف في هذا الموضوع، وللإرهاب مفهوم محدد، إنه استهداف المدنيين بالقتل والترويع وضرب المنشآت المدنية لأغراض سياسية، ولا يجوز أيها الأخوة أن ندمغ بالإرهاب طوائف كاملة أو نلصقه بكل من يختلف معنا سياسيا، فشأن ذلك أن يعمم الإرهاب بدل أن يعزله، كما لا يليق أن يتهم كل من لا ينجح في الحفاظ على الوحدة الوطنية دولا عربية أخرى بدعم الإرهاب في بلده.